بدأت بالصدفة البحتة في اكتشاف هذه الظاهرة. لأن لما يوفاني ملزوني وبورخارت جونسون أرسل 870 بنات كسبوا المعبد وهم ما كسبوش المعبد وشالوا الرمل اللي كان حواليهم وظهر المعبد بعد ما جت علمها سنة 1877 الإنجليزية 600 إدوارد. كانت الصدفة طبعا بحكم ظروف أسوان والشتاء كانت تقدر تنزل في الصيف فنزلت في الشتاء عشان تعمل شغلها. لا قبل فترة هي 18 فبراير كانت موجودة في الصيف. لفت لان احنا جايين برضه اقول لكم ان الشمس مش بتدخل يوم 22 ده هو التعامد الحقيقي، لكن الشمس بتخش من قبل كده ممكن تخش من يوم 18 لغايه بعد يوم 24، لكن زاويه الانحراف بتبقى مش هي الزاويه الحقيقيه الاكس على المحور لفت انتظار لفت نظرها هذه الظاهره فاستوقفتها. فبيت كل يوم تيجي تلاقي حركة الشمس مختلفة عن 18 بقى 19 20 21 تبقى واقفة ورسمت هذه الظاهرة رسم حقيقي. وبعد كده جو علماء فلك ومين درسوا هذه الظاهرة ولكن لم يكونوا نتائج، لكن بداية القرن العشرين اهتموا بهذا الموضوع. ومن ضمن اللي اهتموا بهذا الموضوع علماء فلك مصريين نذكركم يعني لانهم كانوا متحمسين معهد العلوم في مصر ده منشا عشان من سنين وكان له دور انه يرسم هذه الظاهره رصد علمي يعني. وكان الدكتور مسلم الشيخ الله يرحمه كان له دراسه فلكيه متخصصه في هذا المجال مش على معبد المسلم بس ولكن ظاهره سقوط الشمس على مجموعه كبيره من المعابد المصريه. هذه الدراسات اكدت معلومه واحده انه هذا العمل ليس عمل تم مجرد الصدفه لكنه عمل علمي، لكن احنا برضه عشان نبسطها لحضراتكم. الشمس في حركه دورانها والارض في نفس الوقت بتتعامل الشمس مرتين على اي نقطه في الارض، يعني الشمس حط اي نقطه الشمس هتتعامد عليها مرتين. لكن هذه المرتين بتختلف عن بعد انت من خط الاستواء او بعد خط زيرو، خط زيرو الشمس بتتعامد عليه كل ست شهور بالظبط. خط زيرو هو الخط الوحيد اللي بتتعامد عليه كل ست شهور. انحرفنا شمالا او جنوبا هيتغير، هيبقى من اربعه لثمان شهور او من شهرين على 10 هيختلف محور دوران الشمس ودوران الارض حول نفس الفكره. لكنه علميا معروف ان الشمس هتنطق يعني تسقط على اي مكان في الكره الارضيه على اي نقطه مرتين في السنه. دي حركه معروفه بالنسبه للعلماء ما يعرفهاش غير علماء الفلك، لكن ازاي نظبط هذا التعامل الموجود على المكان نفسه. فهو الخط اللي احنا موجودين عليه خط 21-08 خط العرض بتاع ابو سمبل، هذا الخط لو احنا عملنا خط النهارده في نفس المكان هتتعامد عليه الشمس وبنسبه هتخش في الشمس في الحته دي بتخش في نفس الفتره.